هي شكلها ما سمعتش. كانت هتيجي، كانت هتيجي صح يا محمد. بان ونسيت الحمدوي الفوق الذكاء واتضربت كمان. شكرا. شكلي برضو مش هعرف احرب. لا انا لازم احرب. الله يعرف البتاع اللي ظاهر في الجنب ده وطلع عادي يتحرك. ده يكتب في التعليق هو اللي لونه احمر ده. مرتين اهو. طب نعمل لها مرة كمان. يلا المفروض تيجي بقى. انت بحسبي عنكبوت ده فضح. اجري بقى لو سمحت. عدينا. يلا اطلع فوق. عايز اجي الحمد ويل. مش عارفة انا ليه اكتر واحد بخاف من الجدة كده. يعني مثلا لما بطلع في مكان مش ببقى عارف مكان حلزي بقعد ساعة كده ولا حاجة عشان اتأكد انها ماشي. هو الحمد ويل. يلا هنتشجع بقى. يلا كروبر هنا. تمام. هو في صندوق تحت ممكن اجيبه بالكروبر ده. يلا اعمل لي دوشه كده خليها تيجي هنا. اول ما تيجي هنا هنزل من هنا. فهمت حاجه؟ وقع تحت السرير. خربت. شعرت جامد. شعرت ليه كده. كبر كمان ممكن نشيل منه الخشب من على الباب. بس اول حاجة بس ينفع النشط. دي هتصلصة كده. مش هتتقد. ده فرح بقى. بس كده دلوقتي بقى نطلع نشوف الكبار. مش عارف يتوه حاجة. كبار كبار كبار. يلا نجيب الكبار. يلا جبنا الكروبار. ننزل تحت. بسم الله. يلا بقى عشان نفك الخشب بقى ونعمل الحاجات. انا حاسس اني نجار كده. عايز اصلح خشب واعمل حاجات كده عامله زي النجارين. تمام. ننزل بقى تحت عشان في صندوق لازم نفتحه. برضو في حاجات بنس. تمام. يلا نطلع نفتح السلوك. نزل تاني بسرعة بسرعة. معلش يا جدعان انا اسف جدا على التأخير. ليه حسيت ان في حاجة تحت؟ تمام. ظهر انها لسه ما جاتش. اكتر حاجه فضيها هو العنكبوت.
حمو العنكبوت ده. انا حاسس ان ان عملت ريسبون كده تقريبا نص دقيقة كده وترسم. ترسبنت دلوقتي المفروض دلوقتي عملت ريسبون. لسه في طلقة والله كويس. كويس جدا. مادام النونو ده وترن الجرس يبقى هيصح. تمام. أقرت الباب ديت مفيدة بس نخلص منها. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. بس خلاص يلا نروح نحط القرعة ونشوف الهاند ويل دي كمان. مش كلنا هنحرب بجد. انا مبسوط بصراحة. دلوقتي مش فاضل غير الهاند ويل تقريبا راح احرب. مفتاح القفل ده. يلا يلا مش عارف. يلا بس يلا قلت يلا بقى علينا. يلا تمام. وانا نسيت حندويل، نسيت مكانها. حدين من وركي. يا عضود. طلع الجرين. عضوض زيها ما شاء الله. مش هي بتضرب. والله انا مش عارف اعمل ايه. صدمة كبيرة يا والقلب يا كان جاب حيرة قلبي. تعالوا 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 تعال. انا اصلا عايزك يا دلوقتي يعني. يلا يلا اجري اجري. هو دوت اللي انا اقدر اعمله دلوقتي. ايوه هندويل زي اللي تحت. تمام. تعالي تعالي. تعالي هجيب السادس في الفخ. هجيب السلاح من فوق واجيلك دلوقتي. هو كان حالة
ايوه اهو، ذاكروا عيب عليكم. يلا اجري 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 سيدك يا جدة بقى، يلا وفي حنا طلب. ايوه زلي الحمد لله اني نزلت في وقت ده. خضت خضه 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 يعني، مش عارف ليه انا ملك الخضات كده، مش عارف هي جريني اللي اتخضت ولا انا بصراحة. انا حطيت فين الحندويل دي؟ هو ازاي نزل هنا؟ مش فاهم بصراحة، حاجة غريبة. تمام، فين الحندويل؟ ايه الحكاية النهاردة؟ يلا بينا. فينك حندويل انتي؟ خد انت كده، تعرفتني ده. ما عندك شو اخر حاجه ده؟ اعوذ بالله، شفتوه سمندرينا. وانا بس نفسي الاقي الحندوق بدل ما انا قاعد الف حول النفس كده. أنا كنت بحسبه بنزين بس اللي بتاع الحاجات دي. افتكرت، بس كان فوق، كانت فوق الحندوي. افتكرت كنت بقول ذاكرة اسطورية ومعرفش ايه، طلعت ذاكرة ضفادع. مش موجودة، بس لو كان هنا ليه محدش فيكم قال لي بقى حب؟ يلا حربنا خلاص، فاضل بس غير حاجة يا رب بس تكون البتاع دوت مش محتاج حرس، او ما كانش محتاجها تبقى حاجة حلوة اوي. كانت انا اللي بيتهيالي بجد محتاجها، يبقى انا كده اصلا حاربت. لو ما كان لو يعني ما كانش إيه، لو ما كانتش متركبة في الباب الحاجة دي. يلا هنزل واشوف يا رب، بس ما كنتش محتاج الفبيل. مش محتاجه. يلا اخيرا هنحرب، اخيرا في الجد بقى انا هحرب من عن طريق القارب. يحربنا. يلا اجري بسرعة بقى، حروب انت هفتح.
فين فين بلوكي ذا بلوكي يعني برضو مش لاقي طب هيتوقعوا يا جدعان هيكون فين انا ممكن الاقيه في الخزنة بس اعمل ايه عشان اجيب الخزنة جاتلي فكرة بس هحتاج البنسة كنت بحسبه هو يا عم متعصب تمام هو لسه برضه ما فيش حاجة ما تيجوا نعتبر اني خدت متعة وماله ماشي كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو متنسوش اللايك والسبسكرايب وتنشوف فيديو لصحابكوا عشان يستمتعوا وسلام.